بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه قراءة من الملخص الفقهي لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله وغفر الله لشيخنا والسامعين والحاضرين. يقول حفظه الله: والدليل على مشروعية صلاة العيد قوله تعالى: فصل لربك وانحر، وقوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده يداومون عليها، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها حتى النساء، فيسن للمرأة حضورها غير متطيبة ولا لابسة لثياب زينة أو شهرة، لقوله عليه الصلاة والسلام. فهذا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. فإذا كان خروج للعبادة من غير تبرج ولا سفور ولا زينة، فمن باب أولى الخروج لغيره، صحيح؟ من باب أولى الخروج لغيره، وهذه من الأدلة التي ترد على من يرى بأن المرأة تخرج سافرة أو متبرجة أو متطيبة. نعم، لقوله عليه الصلاة والسلام: وليخرجن وهن تفلات، يعني بدون أي زينة. نعم، وليخرجن تفلات ويعتزلن الرجال ويعتزل الحيض. وهذا إذا كان أيضا في العبادة تعتزل المرأة الرجال، من باب أولى في غير ذلك من غير ضرورة. وهذا أيضا من الأدلة التي يرد بها على من يرون به الاختلاط. نعم، ويعتزل الحيض المصلى. قالت أم عطية: الحيض هنا ليس المقصود بها المرأة التي بلغت المحيض، لا، المقصود بها المرأة الحائض فعلا. أيوه نعم، لأن مرات تذكر كلمة الحيض أو الحائض لما حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقطع الصلاة الحائض والغلام والحائض والكلب والحمار والكلب الأسود. فهنا المقصود بهنا الحائض هنا إيش؟ المرأة البالغة. لكن هنا المقصود بالحيض هنا أي المرأة التي عليها الحيض، عليها عادتها. نعم، قالت أم عطية رضي الله عنها: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى تخرج البكر من خدرها وحتى تخرج الحيض. وهنا الأمر ليس للوجوب، الأمر هنا ليس للوجوب، وإن من أهل العلم قال الأمر لماذا للوجوب. ولماذا قيل الأمر ليس للوجوب؟ لأن المرأة لا يجب عليها الصلاة فين؟ الصلاة في الجماعة، ولا يجب عليها الصلاة فين؟ في المساجد. نعم، وحتى تخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. والخروج لصلاة العيد وأداء صلاة العيد على هذا النمط المشهود من الجميع فيه إظهار لشعائر الإسلام، فهي من إعلام الدين من أعلام الدين الظاهرة. وأول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم للعيد يوم الفطر من السنة الثانية من الهجرة. ليه السنة الثانية؟ ليه ما كانش قبل كده؟ لماذا أول صلاة عيد فطر كانت في السنة الثانية؟ لأن رمضان فرض فين؟ في شعبان من السنة الثانية. نعم، وهذا يدلك على الآن الناس، الآن إحنا في شهر ديسمبر، الناس مقبلون على ما يسمى الكريسمس أو إلى غير ذلك، ولابد أن نعلم أن هذه الأعياد أعياد محرمة، وهذا إجماع المسلمين، هذه الأعياد أعياد محرمة وهذا إجماع المسلمين، لا خلاف فيه بين أهل القبلة من أهل المذاهب الأربعة فانظر إلى اجتماعات أهل الضلال واجتماعات أهل الشرائع الباطلة المنسوخة، يكون اجتماعهم فيه اختلاط وفيه نساء وفيه فجور وفيه خمور، ونحن اجتماعاتنا اجتماع مهذبة، النساء في مكان والرجال في مكان، وكلها صلاة وذكر وشكر ودعاء لمن؟ لله تبارك وتعالى، حتى تعلم عظمة هذا الدين. نعم، ولم يزل صلى الله عليه وسلم يواظب عليها حتى فارق الدنيا صلوات الله وسلامه عليه، صلى الله عليه وسلم، واستمر عليها المسلمون خلفا عن سلف. فلو تركها أهل بلد مع استكمال شروطها فيهم قاتلهم الإمام، لأنها من أعلام الدين الظاهرة كالأذان. نعم، وينبغي أن تؤدى صلاة العيد في صحراء غريبة من البلد، لأن هذا هو الأصل، أنها تؤدى فين؟ في الخلاء،
وليست في المساجد، وتأديتها في المساجد إنما هو قول للشافعية وهو ضعيف، دليله ضعيف. والصواب النبي كل صلاة كان صلى فين؟ في الخلاء وفي البراز عليه الصلاة والسلام. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيدين في المصلى الذي على باب المدينة. وهنا يأتي يقول لك طب ليش نقول القاعدة الأصولية تقول إنما كان مقتضاه قائما وميسرا ولم يفعله النبي فدل الترك أنه السنة. هل النبي كان يمنعه أنه يصلي في المسجد؟ ما كل صلاته كان يصلي في المسجد عليه الصلاة والسلام، صح ولا لا؟ المقتضى قائم والأمر ميسر، ما في أي إيش صعوبة، وتركه وراح صلى فين؟ في البراز. دل أن الترك هو إيش؟ هو الواجب هنا، ما يسمى بالسنة التركية. أيوة نعم، السنة التركية. نعم، فعن أبي سعيد، وهذه مضطردة مثل الذين يأتون في المولد. نحن نذكر لهم أدلة الكتاب وأدلة السنة وفعل السلف، ونذكر لهم أدلة الأصول الفقهية أيضا، ونطبق لهم نفس القاعدة. وش كان يمنع النبي أن يسوي عيد لنفسه عليه الصلاة والسلام؟ أكان يمنع والمقتضى قائم، والناس كلها تحب النبي وتحب عليه الصلاة والسلام ما يفرحه وما يسعده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، فعن أبي سعيد رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى، متفق عليه، ولم ينقل أنه صلاها في المسجد لغير عذر، ولأن الخروج إلى الصحراء أوقع لهيبة المسلمين والإسلام وأظهر لشعائر الدين. قال هنا طيب لما تأتي أنت للمصلى أيكون له نفسه أحكام المسجد من حيث التحية المسجد وكذا؟ أصاب لا، الصواب لا، الصواب أنك تأتي وتجلس مباشرة. ومنهم من قال هناك في تحية المسجد، نقول أصاب لا، خلاف ذلك، والصواب خلاف ذلك، تأتي وتجلس مباشرة وتنشغل بالتكبير حتى يخرج الإمام. نعم، ولا مشقة في الخروج، ولا مشقة في ذلك لعدم تكرره، بخلاف الجمعة إلا في مكة المشرفة فإنها تصلى في المسجد الحرام، ويبدأ وقت صلاة العيد إذا ارتفعت الشمس بعد طلوعها قدر رمح، لأنه الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها فيه، ويمتد وقتها إلى زوال الشمس. فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء، لما روى أبو عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قالوا غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما، فجاء ركب في آخر النهار فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا غدا لعيدهم. رواه أبو داود والدارقطني وحسنه. والقاعدة تقول أن القضاء يحكي الأداء. نعم، وصححه جماعة من الحفاظ، فلو كانت تؤدى بعد الزوال لما أخرها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغد، ولأن صلاة العيد شرع لها الاجتماع العام فلا بد أن يسبقها وقت يتمكن الناس من التهيؤ لها. ويسن تقديم صلاة الأضحى وتأخير صلاة الفطر. واضح هذا؟ يسن قال لك إيش؟ ويسن تقديم صلاة الأضحى وتأخير صلاة الفطر. نعم، لما روى الشافعي مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم عن رسالة النبي لعمرو بن حزم. نعم، أن عجل الأضحى وأخر الفطر. ليه عجل الأضحى؟ لأن الناس وراهم إيش؟ نحر الأضاحي وذبحها. نعم، وذكر الناس وليتسع وقت الضحية بتقديم الصلاة في الأضحى، وليتسع الوقت لإخراج زكاة الفطر قبل صلاة الفطر. نعم، وتؤخر في الفطر ليتمكن الناس من إخراج زكوات. هذه المصالح المرسلة، هذه يسموها المصالح إيش؟ المرسلة، ويسموها قاعدة الوسائل لأحكام المقاصد، الوسائل لأحكام لها أحكام المقاصد. نعم، ويسن أن يأكل قبل الخروج لصلاة الفطر تمرات، وأن لماذا؟ حتى لا يكون اقتران صيام بصيام، حتى لا يكون اقتران صيام بصيام، تخرج أنت مفطر. بينما في الأضحى
لا يستحب لك أن تؤجل الفطر حتى تفطر من أضحيتك، لأنك أنت أصلا ما كنت صائم، ما في هنا خوف إلصاق وإلحاق صيام أصلا ما في الصيام، أنت أيام ما في الصيام، أعني لا صيام على الوجوب، إنما كان صائم التسع وهذول إنما على الاستحباب. نعم. وألا يطعم يوم النحر حتى يصلي، لقول بريدة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر، ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي على تمرات وترا. وهنا مسألة لطيفة، وهي أنه لم يأتي في السنة الفطر على تمرات وترا إلا يوم الفطر. فلما تكون التصايم يجي يقول لك يا أخي أوتر أوتر وكذا، نقول لا ما في سنة في ذلك، أخذت اثنين أخذت أربعة أخذت خمسة من غير قصد ما في السنة. والقاعدة تقول مشروعية شيء في أصله لا تدل على مشروعيته في وصفه. ما معنى هذه القاعدة؟ يعني إن الله وتر يحب الوتر، أوتر يا أهل القرآن، وفي صلاة الوتر غير ذلك، هذا من حيث الأصل. لكن في الوصف إن إحنا نأتي نجعل الوتر في التمرات أو في كذا، نقول هذا غير صحيح. إلا ما دل عليه ماذا؟ الدليل أنه كان يفطر على تمرات وترا ثم يخرج إلى مصلى في يوم الفطر عليه الصلاة والسلام. نعم. قال الشيخ تقي الدين لما قدم الله الصلاة على النحر في قوله فصل لربك وانحر، وقدم التزكي على الصلاة في قوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، كانت السنة أن الصدقة قبل الصلاة في عيد الفطر، وأن الذبح بعد الصلاة في عيد النحر، ويسن التبكير. وهذا تدبر لطيف من الإمام تقي الدين رحمه الله. نعم. ويسن التبكير. يعيد الفائدة هذه لو سمحت. قال الشيخ تقي الدين لما قدم الله الصلاة على النحر في قوله شوف ربنا قال ايش، فصلي لربك وانحر، فصلي لربك وانحر، صلي بعدين روح انحر واذبح. نعم. في قوله فصلي لربك وانحر قدم التزكي، وقدم التزكي على الصلاة في قوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. نعم. كانت السنة أن الصدقة قبل الصلاة في عيد الفطر، اللي هي المقصود بها الزكاة هنا. نعم. الزكاة، وأن الذبح بعد الصلاة في عيد النحر. نعم. ويسن التفكير في الخروج لصلاة العيد ليتمكن من الدنو من الإمام، وتحصل له فضيلة انتظار الصلاة فيكثر ثوابه ولذلك ما زال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله. أنت الآن جيت يوم الجمعة نازك، أو جيت في أيام الصلوات المفروضة، ياخذ قدم، ليش قاعد في آخر المسجد؟ ما زال أقوام حتى يؤخرهم الله، كلما دنوت كلما ذلك أفضل، لورود الدليل إن الملائكة إن الله وملائكة يصلون على أصحاب الصف الأول، وفي رواية على أصحاب الصفوف الأول. فأنت لماذا تترك هالفضيلة العظيمة من صلاة الله عليك وهو رحمته لك، وصلاة الملائكة هو التأمين والدعاء لك؟ فلذلك الإنسان ينبغي إذا جاء يبكر، ولو يعلم الناس ما في الندى والصف الأول لا أتوهما ولو حبوا، وفي رواية استهموا عليها استهاما، وحتى قالوا لا شفاعة في القربات، يعني لو أنت الآن بينك وبين أبيك الصف الأول روح أنت، هنا ما في انك انت لا اثاره في القربات، لا اثاره في، تجد بعض الناس يتعزمون، لا يا ما في اثاره هنا في القربه، مباشره اذهب وخذ هذه القربه. نعم. ويسن ان يتجمل المسلم لصلاه العيد بلبس احسن الثياب، لحديث جابر رضي الله عنه، وحتى النبي كان في شمائله له ثوب لعيده، العيد له ثوب، وليس ما في مانع يقعد يقول لك يا أخي كل مرة وأنت يجيك واحد متنطع تفصل توب، يا أخي ده من السنة يا جهلول، هذا من السنة، وأنا أخوك جزاك الله خير، يكون عندي ثوب للجمعة وثوب للجماعة وثوب للعيد. أي نعم، ليس العيد لمن لبس الجديد، ولكن العيد لمن حسناته تزيد، كما قالها عبد الملك لأبيه عمر بن عبد العزيز، ما في مانع، لكن لا حرج أيضا من أننا نتجمل وآتي بثياب، لكن انتبه أن يكون الثوب ليس مسبلا، إن هذا منهي عنه، الإسبال حرام، يكون ثوب على الشرع وعلى ما أمر به رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن ما في مانع أننا أتجمل وأكون أفصل ثوب للعيد إلى غير ذلك، لا حرج في هذا أبدا، بل هذا من السنة. نعم. لحديث جابر رضي الله عنه
كانت للنبي صلى الله عليه وسلم حلة يلبسها في العيدين ويوم الجمعة. والحلة هو كل ما كان من قطعتين يسمى حلة. اللي كان من قطعتين يعني مثلا الثوب فوق بشتة هذا اسمه إيش؟ اسمه حلة. نعم. رواه ابن خزيمة في صحيحه. وعن ابن عمر أنه كان يلبس في العيدين أحسن ثيابه. رواه البيهقي بإسناد جيد. ويشترط لصلاة العيد الاستيطان. الاستيطان يعني أن يكون الناس مستوطنين، ليسوا رحل. ما هم أهل العرب الرحل والأهل الذين يتتبعون مواطن القطر، ناس وناس مستوطنون في كورة عامرة. نعم. بأن يكون الذين يقيمونها مستوطنين في مساكن مبنية بما جرت العادة بالبناء. يعني لو كنا في بلاد البناء بالقش هذا يسمى مستوطن. أيوه. لأن في بلاد احنا زرناها في افريقيا وكذا بالقش يبنون بيوتهم. سبحان الله. ليس شرطا ان يكون بالجص والطوب كما في بلاد اخرى. وضحت هذه الامور بما جرت عليه العادة ان هذا البناء يسمون ماذا؟ مستوطنون. نعم. كما في صلاة الجمعة فلا تقام صلاة العيد إلا حيث يسوغ إقامة صلاة الجمعة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم وافق العيد في حجته ولم يصليها، وكذلك خلفاؤه من بعده. لذلك لا، العيد صلاة العيد والجمعة مرفوعة عن الحاج. صلاة العيد والجمعة مرفوعة عن الحاج. نعم. لماذا؟ قالوا لأنه مشغول بأعمال إيش؟ بأعمال الحج. والقاعدة تقول المشقة تجلب التيسير. يعني والدين كله بني على اليسر. نعم. وصلاة العيد ركعتان قبل الخطبة. الآن حيأتي لصفة الصلاة. الآن صفة الصلاة. نعم. لقول ابن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله. إذن هما ركعتان قبل الخطبة. يبدأ الآن يصلي ثم بعد ذلك يخطب. نقارن بينها وبين الجمعة، ركعتان بعد الخطبة، ركعتان بعد إيش؟ الخطبة. نقارن بينها وبين الخسوف. الخسوف أيضا يستحب خطبة بعد إيش؟ بعد أربع ركوعات في ركعتين. نقارن بينها وبين الاستسقاء. إذن صلاة العيدين والاستسقاء صفتهما واحدة، وصلاة الخسوف والجمعة صفتهما واحدة، أعني من حيث تقدم الخطبة وتأخرها. نعم. لقول ابن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون العيدين قبل الخطبة. متفق عليه. وقد استفاضت السنة بذلك وعليه عامة أهل العلم. قال الترمذي والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن صلاة العيدين قبل الخطبة. نعم. وحكمة تأخير الخطبة عن صلاة العيد وتقديمها على صلاة الجمعة أن خطبة الجمعة شرط للصلاة، والشرط مقدم على المشروط بخلاف خطبة العيد. ولذلك عدوا الخطبة كركعتين متممتين للأربع التي في الظهر. نعم. عند بعض أهل العلم. نعم. وصلاة العيدين ركعتين بإجماع المسلمين. وفي الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. إذن صلاة العيد ليس لها سنة قبلية ولا بعدية، هذا عند بعض أهل العلم. ومنهم من حسن حديثا أنه كان يرجع إلى البيت فيصلي ركعتين، فجعل لها سنة بعدية وليس لها سنة قبلية، وهذا الأقرب إن شاء الله. نعم. وقال عمر صلاة الفطر والأضحى ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم وقد خاب من افترى. رواه أحمد وغيره. يعني ما أظن أن الركعتين إنها قصر، لا هي تمام. أيه. كالفجر مثلا هي تمام وليس قصرا. نعم. ولا يشرع لصلاة العيد أذان ولا إقامة. نعم. لما روى مسلم عن جابر صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة ولا مرتين، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. نعم.
ويكبر في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح وقبل التعود والقراءة 6 تكبيرات، فتكبيرة الإحرام ركن لا بد منها، لا تنعقد الصلاة بدونها، وغيرها من التكبيرات سنة. ثم يستفتح بعدها لأن الاستفتاح في أول الصلاة، ثم يأتي بالتكبيرات الزوائد 6، ثم يتعود عقب التكبيرة 6 لأن التعود للقراءة فيكون عندها، ثم يقرأ ويكبر في الركعة الثانية قبل القراءة 5 تكبيرات غير تكبيرة الانتقال، لما روى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد 12 تكبيرة، 7 في الأولى و5 في الآخرة، وإسناده حسن. وروي غير ذلك في عدد التكبير. قال الإمام أحمد رحمه الله: اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير، وكله جائز، ويرفع يديه مع كل تكبير. إذن الآن جئنا إلى صلاة العيدين، فمباشرة يقوم ويشرع في الصلاة من غير أذان ولا إقامة، ولا حتى قول صلاة العيد يرحمكم الله، ولا مثل هذه الأشياء كلها. مباشرة أقيموا صفوفكم، استووا، سدوا الخلل، ويبدأ بعد ذلك يكبر. هذه تكبيرة الإحرام. هذه تكبيرة إيش؟ هذه تكبيرة الإحرام، وهي ركن. ثم بعد ذلك يأتي بماذا؟ 6 تكبيرات. يأتي بست تكبيرات. فيكون له بذلك ماذا؟ فيكون له بذلك 7 تكبيرات، ويأتي بعد ذلك في الركعة الثانية 5 تكبيرات غير تكبيرة الانتقال، فيكون له بذلك 12 ماذا؟ تكبيرة، أو جمعا 13 ماذا؟ تكبيرة. وتكبيرات العيدين خلا تكبيرة الإحرام فإنها سنة، فإن نسيها وشرع في الفاتحة فالقاعدة تقول لا يرد للسنة من الركن، خلاص يمشي ولا سهو عليه، لأنه لا سهو في السنن. لا سهو فين؟ لا سهو في السنن. فإذا قرأت وقيل إذا قيل لك تكبيرات العيد 13 تكبيرة، أو قال لك تكبيرات العيد 11 تكبيرة، كلاهما صحيح. فمن قال لك 13 تكبيرة حسب الإحرام، تكبيرة الإحرام في الأولى والانتقال، ومن قال لك 11 تكبيرة لم يحسب الإحرام ولا الانتقال، وكلها صحيح. هل بين التكبيرتين يقال ذكر؟ وجه للعلماء، منهم من قال لا يقال شيء، ومنهم من قال يقال سبحان الله والحمد لله ولا إله والله أكبر، يعني الله أكبر ويقول سبحان الله والحمد لله وهكذا. بعد أن ينتهي من هذه التكبيرات يبدأ في دعاء إيش؟ الاستفتاح، ثم يجهر بالقراءة بالفاتحة والأعلى في الأولى، والفاتحة والغاشية في الركعة الثانية. نعم، وإن قرأ بغيرهما فلا حرج، وكان النبي يقرأ بقمر والقاف في المجامع والأعياد عليه الصلاة والسلام. نعم، ويرفع يديه مع كل تكبيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه، وهذا هو المذهب. نعم، رفع مع كل تكبيرة، ومن قال فقط يرفع مع الانتقال والإحرام ولا يرفع في الباقي، وجه آخر عند أهل العلم. نعم، ويسن أن يقول بين كل تكبيرتين الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، أو الذكر الذي ذكرناه آنفا. وعلى كل حال ما صح في الباب حديث مرفوع عليه المؤنة والكلفة. نعم، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا. لقول عقبة بن عامر: سألت ابن مسعود رضي الله عنهما عما يقول بعد تكبيرات العيد، قال: يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه البيهقي بإسناده عن ابن مسعود قولا وفعلا، وهذا اجتهاده رضي الله عنه وأرضاه. نعم، يعني موقف. اي نعم. وقال حذيفة: صدق أبو عبد الرحمن.
وإن أتى بذكر غير هذا فلا بأس، لأنه ليس فيه ذكر معين. قال ابن القيم: وإن تابع التكبيرات بدون شيء فلا حرج أيضا. نعم. قال ابن القيم: كان يسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة، ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات. يعني النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر ذلك في زاد المعاد في هدي خير العباد. نعم. ولعل الأولى السكت لعدم ورود ما في مانع. نعم، لا حرج إن شاء الله. وإن شك في عدد التكبيرات بنى على اليقين وهو الأقل، كعادة من يصيبه السهو. نعم. وإن نسي التكبير الزائد حتى شرع في القراءة سقط، لأنه سنة فات وقتها. نعم. وكذا إن أدرك المأموم، وكذا إن أدرك المأموم الإمام بعدما شرع في القراءة لم يأتي بالتكبيرات الزوائد، يأتي بس تكبيرة الإحرام فقط، الله أكبر، يدخل مع الإمام. نعم. أو أدركه راكعا فإنه يكبر تكبيرة الإحرام ثم يركع ولا يشتغل بقضاء التكبير. وصلاة العيد ركعتان يجهر الإمام فيهما بالقراءة، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في العيدين والاستسقاء، رواه الدارقطني. وقد أجمع العلماء على ذلك، ونقله الخلف عن السلف، واستمر عمل المسلمين عليه. ويقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسبح اسم ربك الأعلى، ويقرأ في الركعة الثانية بالغاشية، لقول سمرة: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، رواه أحمد. أو يقرأ في الركعة الأولى بقاف وفي الثانية باقتربت، لما في اللي هو القمر، اقترب الساعة وشق القمر. نعم. لما في صحيح مسلم والسنن وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بقاف واقتربت. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: نعم، مهما قرأ به جاز، يعني إذا قرأ بغيره ما لا حرج. نعم. لكن كما قررنا أنه لا ينبغي أن يقسم السنة، أو أن يأتي بشيء منها ثم يترك شيء منها، يأتي بالسنة جميعا أما يعهد إلى غيرها جميعا، حتى يتعلم الناس وحتى يكون هو متبع. صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم. كما تجوز القراءة في نحوها من الصلوات، لكن إن قرأ بقاف واقتربت أو نحو ذلك مما جاء في الأثر كان حسن. وكان قراءته في المجامع الكبار بالسور المشتملة على التوحيد والأمر والنهي والمبدأ والمعاد وقصص الأنبياء مع أممهم وما عامل الله به من كذبهم وكفر بهم وما حل بهم من الهلاك والشقاء ومن آمن بهم وصدقهم وما لهم من النجاة والعافية، انتهى كلامه. فإذا سلم من الصلاة خطب خطبتين يجلس بينهما، لما روى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. ومن من قال يخطب خطبة واحدة ويجمل فيها خطبة النساء، والأمر واسع، يعني ما ينبغي الناس أنهم يتجادلوا في مثل هذا أو تحدث بينهم الفرقة والجفوة، هذا وارد وهذا وارد. نعم. قال: السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يغسل بينهما بجلوس، رواه الشافعي. قالوا الجلوس مقدار ما يقرأ قل هو الله أحد. نعم. ولابن ماجة عن جابر: خطب قائما ثم قعد قعدة ثم قام. وفي الصحيح وغيره: بدأ بالصلاة ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته، الحديث. ولمسلم: ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم، ويحثهم في خطبة عيد الفطر على إخراج صدقة الفطر، ويبين لهم أحكامها من حيث مقدارها ووقت إخراجها ونوع المخرج فيها، ويرغبهم في خطبة عيد الأضحى في ذبح الأضحية، ويبين لهم أحكامها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في خطبة الأضحى كثيرا من أحكامها. وهكذا ينبغي للخطباء أن يركزوا في خطبهم على المناسبات، فيبينوا للناس ما يحتاجون إلى بيانه في كل وقت، في كل وقت. هذه مسألة لطيفة، فرق بين أن تبين في الخطب المناسبات أو أن تقرأ الآيات المناسبة لموضوع خطبتك، فالأولى سنة والثانية بدعة كما يقول الشيخ الفوزان. يعني أنا الآن خطبت عن يوم القيامة، ما في داعي أقرأ لا أقسم يوم القيامة، لا، هذه بدعة يقول الشيخ الفوزان، اللي هو اختيار الآيات المناسبة لموضوع الخطبة الذي أنت قلت له.
لأن عندك الأعلى الغاشية، عندك سبح، عندك الجمعة المنافقون، عندك الجمعة الغاشية أو غيرهما، لكن لا تجعل هذا، لأن هذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أنه ينتقي آيات معينات لموضوع معين كان في خطبته عليه الصلاة والسلام. لكن لا مانع أنك أن تجعل الخطبة للمناسبات، ولا سيما لما تأتي في مناسبات يحتاج المسلمون فيها إلى الفقه وإلى المعرفة، كدخول رمضان أو كدخول ذي الحجة أو إلى غير ذلك من مثل هذه الأشياء، أو دخول مثلا ما يوافق بالسنة الجريجورية، أن عنده في أعياد ما يسمى الكريسماس وكذا، فتنوه على الناس وتوضح للناس خطر هذه الأعياد وتدبجها به الآيات القرآنية والأحاديث الصحاح النبوية عليه الصلاة والسلام، وأقوال أهل العلم اللجنة الدائمة والشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين، هذه حتى يطيب قلب الناس لمثل هذه الأشياء. نعم. فيبين للناس ما يحتاجون إلى بيانه في كل وقت بحسبه بعد الوصية بتقوى الله والوعظ والتذكير، لا سيما في هذه المجامع العظيمة والمناسبات الكريمة، فإنه ينبغي أن تضمن الخطبة ما يفيد المستمع ويذكر الغافل ويعلم الجاهل. وينبغي حضور النساء لصلاة العيد كما سبق بيانه، وينبغي أن توجه إليهن موعظة خاصة ضمن خطبة العيد، لأنه عليه الصلاة والسلام لما فانظر إلى هذا الدين العظيم، حتى في تلك المجامع لم يهمل النساء، ثم يقول لك يا أخي أنت تفرق بين ليش؟ بين الرجال وبين النساء. نحن لا نريد المرأة أن تكون سلعة رخيصة يلعب بها كيف ما يشاء، مثل أن تكون سلعة أمام برجستون. وإيش علاقة الحرمة تحطها لي قدام برجستون؟ إيش علاقة حرمة حطتها لي لابسها لي ملابس عارية وهي تعمل دعاية لكفر حق سيارات؟ ما هي العلاقة في مثل هذا؟ فهم يريدونها امرأة رخيصة، والإسلام يريدها امرأة عزيزة، أما محترمة، وبنتا مبجلة، وزوجة مصونة. هذا هو الفرق بين دعاة أهل الدين والتوحيد ودعاة أهل الفسق والفجور، نسأل الله يصلح الجميع. نعم. وينبغي حضور النساء لصلاة العيد كما سبق بيانه، وينبغي أن توجه إليهن موعظة خاصة ضمن خطبة العيد، لأنه عليه الصلاة والسلام لما رأى أنه لم يسمع النساء أتاهن فوعظهن. لو ولد أن صوته عليه الصلاة والسلام ما وصل للنساء، فجاء متوكن على بلال وقال تصدقن معاشر النساء، وإذا كل واحد يطلع من خرصها ومن كذا ويجمع بلال في كمه رضي الله عنه وأرضاه، إني رأيتكن أكثر أهل النار، إلى غير آخر الحديث. نعم. أتاهن فوعظهن وحثهن على الصدقة. وهكذا ينبغي أن يكون للنساء نصيب من موضوع خطبة العيد لحاجتهن إلى ذلك، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن أحكام صلاة العيد أنه يكره التنفل قبلها وبعدها في موضعها حتى يفارق المصلى، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها. متفق عليه. ولئلا يتوهم أن لها راتبة قبلها أو بعدها. قال الإمام أحمد: أهل المدينة لا يتطوعون قبلها ولا بعدها. وقال الزهري: لم أسمع أحدا من علمائنا يذكر أن أحدا من سلف هذه الأمة كان يصلي قبل تلك الصلاة ولا بعدها، وكان ابن مسعود وحذيفة ينهيان الناس عن الصلاة قبلها، فإذا رجع إلى منزله فلا بأس أن يصلي فيه، لما روى أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رجع إلى منزله من العيد صلى ركعتين. لما روى أحمد من الصف فضيلتك هذا للعلمية والوزنية. نعم. وهذا هو، ولذلك يسن في العيد أن تذهب من طريق وأن تعود من طريق من باب الفعل وتغيير الحال، فإذا رجعت إلى البيت صلي ركعتين. نعم. نعم. ويسن لمن فاتته صلاة العيد أو فاته بعضها قضاؤها على صفتها بأن يصليها ركعتين بتكبيراتها الزوائد، لأن القضاء يحكي الأداء، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فإذا فاتته ركعة مع الإمام أضاف إليها أخرى، وإن جاء والإمام يخطب جلس لاستماع الخطبة، فإذا انتهت صلاها قضاءً،
ولا بأس بقضائها منفردا أو مع جماعة. ويسن في العيدين التكبير المطلق، وهو الذي لا يتقيد بوقت، يرفع به صوته إلا الأنثى فلا تجهر به، فيكبر في ليلتي العيد، في ليلتي العيدين، وفي كل عشر، وفي كل عشر ذي الحجة، لقوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. ويجهر به في البيوت، ويجهر به في البيوت والأسواق والمساجد، وفي كل موضع يجوز فيه ذكر الله تعالى. ويجهر به في الخروج إلى المصلى لما أخرجه الدارقطني. ويجهر به في الخروج إلى المصلى لما أخرجه الدارقطني وغيره عن ابن عمر أنه كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى، ثم يكبر حتى يأتي الإمام. وفي الصحيح: كنا نؤمر بإخراج الحيض فيكبرن بتكبيرهم، ولمسلم يكبرن مع الناس، فهو مستحب لما فيه من إظهار شعائر الإسلام. والتكبير في عيد الفطر آكد، لقوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، فهو في هذا العيد آكد لأن الله أمر به. ويزيد عيد الأضحى بمشروعية التكبير المقيد فيه، وهو التكبير الذي شرع عقب كل صلاة فريضة في جماعة، فيلتفت الإمام إلى المأمومين ثم يكبر ويكبرون، لما رواه الدارقطني وابن أبي شيبة وغيرهما من حديث جابر أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح من غدات عرفة يقول: الله أكبر. الحديث. ويبتدئ التكبير المقيد بأدبار الصلوات في حق غير المحرم من صلاة الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، وأما المحرم فيبتدئ التكبير المقيد في حقه من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام فيبتدئ التكبير المقيد في حقه من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق، لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية. وروى الدارقطني عن جابر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق حين يسلم من المكتوبات. وفي لفظ: كان إذا صلى الصبح من غدات عرفة أقبل على أصحابه فيقول: مكانكم، ويقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وقال الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، وهي أيام التشريق. وقال الإمام النووي: هو الراجح وعليه العمل في الأمصار. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأصح الأقوال في التكبير الذي عليه الجمهور من السلف والفقهاء من الصحابة والأئمة أن يكبر من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق عقب كل صلاة، لما في السنن: يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. وكون المحرم يبتدئ التكبير المقيد من صلاة الظهر يوم النحر لأن التلبية تقطع برمي جمرة العقبة، ووقت رمي جمرة العقبة المسنون هو ضحى يوم النحر، فكان المحرم فيه كالمحل. فلو رمى جمرة العقبة قبل الفجر فلا يبتدئ التكبير إلا بعد صلاة الظهر أيضا عملا على الغالب. وصفة التكبير أن يقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ولا بأس بتهنئة الناس بعضهم بعضا بأن يقول لغيره: تقبل الله منا ومنك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قد روي عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه، ورخص فيه الأئمة كأحمد وغيره. والمقصود من التهنئة التودد وإظهار السرور. وقال الإمام أحمد: لا أبدأ به أحد، ومن بدأني رددت عليه.
لا أبتدئ به، فإن ابتدأني أحد أجبته، وذلك لأن جواب التحية واجب، وأما الابتداء بالتهنئة فليس سنة مأمورا بها، ولا هو أيضا مما نهي عنه، ولا بأس بالمصافحة والتهنئة، والله تعالى أعلم. باب في أحكام صلاة الكسوف. لا نتوقف على هذا القدم، أريد أن نوضح ما ذكر هنا أيها الكرام في مسألة التكبير. التكبير في عيد الفطر يكون من ثبوت هلال شوال، فإذا ثبت دخول هلال شوال بدأ الناس يكبرون، وينتهي بصلاة العيد. إذا خرج الإمام وقال الله أكبر خلاص يتوقف هنا التكبير، هذا في يوم الفطر. أما بالنسبة للتكبير في الأضحى فإنه يبدأ من دخول هلال ذي الحجة، وهذا يسمى التكبير المطلق، يبدأ من دخول هلال ذي الحجة، ويكون في كل مكان، في الدور والقصور والليل والنهار والغدو والرواح. وهناك مسألة قالوا وإن فعله بعد الصلوات، وجه عند بعض أهل العلم، يعني ما في نهي جاء، إنما الذي جاء مزيد، وهو أن هذا المطلق يتحول إلى مقيد أدبار الصلوات من فجر يوم عرفة لغير حاج، فقالوا هنا الزيادة، لكن ما نفي أنه حتى في وقت التكبير المطلق إن ما يكون بعد إيش؟ بعد الصلاة. هذه قول عند بعض أهل العلم، يعني قول إن عند بعض أهل العلم. لكن لما جاء في الأحاديث هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال على مكانكم وأخذ يكبر، ولم ينقل أنه كانوا يكبرون في وقت في ذي الحجة أدبار الصلوات إلا من فجر يوم عرفة لغير حاج. ولو كان هناك ثم الدليل على ذلك لنقل كما نقل أدق الأمور في سنته عليه الصلاة وأتم التسليم. هنا خرج العلماء قالوا ومن كان في وقت التكبير المطلق كبر أدبار الصلوات ما نقدر نقول ليش لا تفعل، ومن سكت كان هو الأولى، لأنه سيأتيه التكبير المقيد من فجر يوم عرفة لغير حاج. ينتهيان جميعا عصر يوم 13 هو آخر أيام التشريق. إذن التكبير المطلق أنه ما انقطع، مستمر لحد عصر يوم 13، زاد عليه التكبير إيش المقيد من فجر يوم عرفة لغير حاجة، وينتهيان جميعا إلى عصر اليوم 13. وأما الحاج فإنه يبدأ التكبير بعد رمي جمرة العقبة، متى رماها بدأ انتقل من التلبية إلى التكبير. أما بالنسبة لمسألة التهنئة لم يرد فيها نص عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم، وإنه قال يا محمد لا أبتدئ بها أحد بدأني رددت عليه، وكان السلف يلتقون فيقولون تقبل الله منا ومنكم. صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.